ديوهم لدوك الشفاره، ديوهم لدوك الشفاره. ماشي انت كتقعد تما وكتعطي في الاوامر، حنا عارفينكم واش باغيين. ديتو داك الفراش راكم غادي تردوه، داك الفراش غادي تردوه. حنا عارفين كي كتفكروا، حنا عارفين كي كتفكروا مزيان وعارفين واش كاين. حنايا هنا كما قلنا وجينا وكنعاودوا، راه ما غاديش نتفاكوا من هنايا. مازال ما بغينا نطلعوا للجامعات، مازال ما بغينا نديروا حتى شي حاجه، لان حنا مطلبنا واضح، مطلبنا واضح. بغينا دابا الادماج اللي كيضرب في المدرسه المغربيه، راه
جيشاته الدولة من أجل أنها تقمعنا، وبالتالي تقترح على أساس أننا ندير واحد المسيرة تجاه الولاية ربا على هذا التصرف. هذه المعركة هي في إطار معركة جهوية اللي جات اتخذت الوزارة ديال وزارة التربية الوطنية بشكل عام أنها تقطع من الأجور ديال الأساتذة اللي ما سنياوش الملحق ديال أساتذة 2016. هنا تحت معركة تنسيق جهوية، معركة ابتدأت اليوم اليوم في أفق أننا ندخلوا واحد البرنامج نظامي استراتيجي على المستوى الوطني اللي غادي يدي اليوم ثلاثاء، يعني هو يوم غد إلى حدود يوم السبت، وهذا الاعتصام غادي يكون اعتصام مفتوح. وملي كنقول بأن اعتصام مفتوح معناه أننا نعي ما نقول، يعني قلت بأن اعتصام مفتوح معناه بأن هذا الاعتصام هذا أولا جاي في واحد المعركة جهوية اللي اتخذتها اللي سطرتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض على التعاقد على المستوى الجهوي، يعني هذه المعركة من نهار السبت إلى حدود اليوم. أما غدا هاد الناس هادو جاو بدل ما أنهم يحاوروا أبناء الغد، وبدل ما يحاوروا الناس اللي كي يربيوا وينشئوا واحد الجيل اللي حنا كنامنوا ما خص ما يمكنش انه يكون واحد التقدم ديال اي امه كما كانت كيفما كان نوعها. وغادي نوليو للتاريخ، عمر شي امه كانت في التاريخ او لا شي حضاره كانت في التاريخ لازلنا ندرسها لابنائنا الان وما اهتمتش بالتعليم. هاد الحضارات وهاد التطور ديال مجموعه ديال المجتمعات نجا اهتموا بالتعليم، واولا اهتموا برجل التعليم. وبالتالي ملي انني انا غادي نجي كدوله وغادي نقمع رجل التعليم وغادي نقمع ديك الحلقه المحوريه في التقدم، وكان هضر عليها هنا وكان ناكد عليها، اي حضاره كيف ما كان نوعها على مر التاريخ منذ وجد الانسان الى سنه 2019، هذه الحضاره هذه ما ازدهرت وما تقدمت إلا بالاهتمام بالتعليم. نحن الآن أمام هذا الوضع في المغرب، كيف يعقل أننا كنهضروا على مجموعة ديال المشاريع وعلى مجموعة ديال البرامج اللي كتعطيها لنا الحكومة وكشعارات وباغي التقدم باغي الازدهار؟ كيفاش أنت باغي التقدم والازدهار وأنت كتقمع رجل تعليم؟ كيف يعقل؟ هنالك معادلة واحد زائد واحد تساوي اثنين. بغيت التقدم ديال واحد الحضاره واحد الدوله خصك تهتم بالتعليم، وباش تهتم بالتعليم خصك تعطي قيمه للاستاذ. نحن الان قبلنا بالعكس الان هذه جماهير استاذيه، جماهير استاذيه اللي عندها واحد الهم هي انه تطور هاد الدوله هذه وتمشي بها لاعلى مستويات. ولكن في حين ما نجده يؤسف ويؤرق ويدمي القلب ويبكي العين، كيف يعقل ان دوله كتبجح بالشعارات وحكومه كتبجح بالشعارات وهي تقمع الاستاذ؟ هي تقمع الاستاذ، جايبه لنا جيش ترسانه من الجيش وجيش لنا واحد القمع. هذيك في الاخر المره اخرى ولاد الشعب، انا ما كنلومهمش، هذاك المخازني هو الشعب، وهذاك المخازني اللي كبير شويه في اللاش انا غادي نقري ولدو، وواقيلا ولدو راه كيقرا عندي. بلاد هذه ووطن هذا يهان فيه الاستاذ، بالله عليكم لن اردد الا ما قاله الشاعر: بعد المعارك في خسرانها شرف، من هذا منتصرا من مثلها انهزم، ما كنت ارضى تارقت قبلهم لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. من حسن حظكم انكم تواجهون الطبقه الانتليجنسيه، من حسن حظكم انكم تواجهون الاساتذه الفئه الواعيه داخل هذا الوطن. بالله عليكم خبروني، أبلد يهان فيه الاساتذه او وطن يهان فيه الاستاذ؟ لومبيلونس ميلود عيطوا لومبيلونس رجاي لومبيلونس. حنا كاساتذه التنسيقيه الوطنيه للاساتذه اللي حنا فرض عليهم التعاقد
باعتباري عضو من اعضاء السلطه المحليه تنافي ضوابط وشروط الوظيفه الأمومية. لا يمكن للأستاذ ان يعمل في ظل عقود تحط من كرامته ولا تضعه في كفة موازية لكفة الوظيفة العمومية. الأستاذ يهان، الوظيفة العمومية، شروط الوظيفة العمومية لم تعد كما هي. نحن في التعاقد المفروض علينا طبعا في هذا الوطن الحبيب نعمل بشروط تحط من كرامتنا وتهيننا رفضنا لتوقيع ملحقات العقود هو بالضرورة بما كان هو يعني تعبير منا عن رفضنا للتعاقد الذي يضرب المدرسة العمومية الذي يجهز على مكتسبات الشغيلة التعليمية وعلى مكتسبات الجماهير الشعبية. تحية. تحية لكل أستاذ وأستاذات الأحرار والحرائر، تحية الصمود والثبات. اسمعوا مزيان شنو نقول لكم، اللي خصكم يعرفوه اللي تعرفوه ويعرفوا النقيض بأن هذه المعركة فيها معارك، ولنا من الخبرة باش نقلوها لواحد المسلم.